حاطين نص بعينهم وهجوم، هات يا ضرب هات يا تلطيش يعني. مفاجئ قناه ابو ظبي للكابتن مصطفى يونس يا صاحب الفقاقه، المفروض يتسجل باسم ابراهيم سعيد الصراحه يعني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أستغفرك ربي وأتوب إليك، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. محمد صلاح بيتدخل وبيسهل سفر لاعب نادي الزمالك محمود حمدي الونش إلى إنجلترا لإجراء جراحة بسبب الإصابة التي ألمت به مؤخرا، وهتبعده عن نادي الزمالك تقريبا من ثلاث لأربع شهور. نتمنى السلامة لجميع اللاعبين. محمد صلاح بيتدخل وله مواقف جيدة بصراحة، احنا بننتقد محمد صلاح وقت التصرفات او لما بيغيب عن بعض المشاهد زي مثلا مساندة ودعم القضية الفلسطينية، لكن لازم نشيد بيه برضه في بعض المواقف الاخرى زي وقوفه جنب بعض اللاعبين زي الونش، وقبل كده اللاعب مؤمن زكريا لما قدر انه يخلي مؤمن زكريا يرسم البسمه على وجه مؤمن زكريا لما احتفل مع نادي ليفربول داخل غرفه الملابس بفوزهم بكاس الاتحاد الانجليزي يعني. بعثه نادي الاهلي زي ما قلت لحضراتكم وصلت بالامس الى الامارات بيترأسها الدكتور محمد شوقي، لكن في وجود العمري فاروق. كنت قلت لحضراتكم من حوالي اسبوع ان بعثه النادي الاهلي او مجلس اداره النادي الاهلي تقريبا بالكامل هيكون متواجد، لكن الكابتن محمود الخطيب ربما بنسبة كبيرة ما يكونش موجود بسبب الظروف الصحية الخاصة به وإن الأطباء منعينه من الانفعالات، ومش معقول كابتن نادي الأهلي سابقا كلاعب ورئيس النادي يبقى موجود في مباراة مهمة زي دي وما يتأثرش ولا ينفعل مع الكرات واللي بنتمنى له السلامة، لكن موجود العمري فاروق، موجود الدكتور محمد شوقي رئيسا للبعثة، موجود خالد مرتجي، وقبل منه الاثنين دول كانوا سافروا علشان في جلسه هتجمعهم مع الشركه اللي هي شركه الملابس وهيتكلموا عن الموسم القادم ملابس وعوده شعار نادي القرن امير توفيق وخالد مرتجي. طبعا كابتن سيد عبد السافر قبلها بيومين. كل التوفيق لبعث النادي الاهلي ويعودوا باذن رب العالمين بالكاس الغاليه كاس السوبر اللي النادي الاهلي واخدها 11 مره، الزمالك تقريبا 4 مرات على ما اتذكر، ولو مخطئ اتمنى حد يصحح لي يعني. ابراهيم سعيد بيتكلم ابراهيم سعيد لانه بالامس زيه زينا يعني لكن هو خد نصيب كبير من التجاوزات والاساءات وبعض الاوصاف الغير لائقه من بعض الشخصيات الغير لائقه يعني. شخص نازل سب وشتيمه في الجميع. ابراهيم سعيد كان في حاله لمجرد فقط انه عاد وعرف ان النادي الاهلي هو عشقه او اعترف او زي ما بيقولوا كده كان موقف شخصي اثر على علاقته بالنادي الاهلي وجمهوره ورجع واعتذر للجمهور، والجمهور قابل او على قطاع كبير ما اقدرش اتكلم باسم لسان جماهير لكن قطاع كبير، وانا عن نفسي قلت ما يفرقش معايا ابراهيم سعيد بيقول ايه او بيعيد ايه، المهم انحيازه للقضايا العادله، انحيازه لمن له الحق. والنادي الاهلي في الهجوم الشرس على مجلس ادارته والكابتن محمود الخطيب هو صاحب حق اصيل، والنادي الاهلي في الفتره الماضيه كان بيتعرض لكم من التجاوزات على كل كافه المستويات، مستويات رؤساء الانديه، مستويات الاعلام، مش بس المنافس ده الاعلام اللي بيطلق على نفسه محايد يعني. فابراهيم سعيد انحاز للنادي الاهلي، فمن هنا يأتي الدعم لإبراهيم السعيد لأنه لم يخطئ ولم يتجاوز، فقط أراد أن يقول رأيه بمنتهى الصراحة في القضايا المثارة ضد النادي الأهلي كذبا وتضليلا للناس وتجاوزا وإساءة للنادي الأهلي ومجلس إدارته، علشان كده نال بقى كل الإعلام المنافس أو الكاره للنادي الأهلي حط إبراهيم سعيد وغيره وكل الأهلاوية واليوتيوبرز كل واحد أهلاوي حط نصب عينهم وهجومه هات يا ضرب هات يا تلطيش يعني. لكن إبراهيم سعيد نتمنى ليه إنه يخرج من هذه المعركة منتصرا بإذن رب العالمين لأنه صاحب حق بيتعامل مع خصم غير ما عندوش ادبيات الخصومه، ما عندهوش شرف المنافسه او شرف الخصومه، حتى لما يكون عندك
منافس او عندك خصم لازم تتعامل معاه باحترام وبشرف يعني. لكن هو بيتعامل مع البعض من هؤلاء بدون لا شرف وبدون اي حاجه يعني. المهم، وجه نصيحه للكابتن مصطفى يونس، ابراهيم سعيد وجه نصيحه للكابتن مصطفى يونس وقال يا ريت كابتن مصطفى يونس يبعد عن القناه بدل ما هو قاعد زي الكرسي كده، عيب على تاريخك الاهلي غير يا نجم، في الاخر هيديك السريع، انت مجرد فتره بياخد منك مصلحته وهينطرك انت وهزازي الرؤوس. ده كلام ابراهيم سعيد ونصيحته للكابتن مصطفى يونس. واتكلم بقى ايضا ابراهيم سعيد، قالك اللي جاي هتكلم عن اسرار بيتك، وانت عارف كده كويس، وانت عارف ان 5 سنين معاك وكنت جوه الاسرة، وكلامك عن ابويا الله يرحمه وامي مش هسكت لك، والعين بالعين والسن بالسن، والبادي اظلم، ولحد دلوقتي مش هتكلم وهعمل بالاصول. احترم نفسك وبلاش هيمة، بلاش اي حد هيمة، بلاش يعني بلاش اب وامه، بلاش تجاوزات والاساءات والالفاظ والتنمر على خلق الله. ونشر صورة من فيلم الهلفوت لعسران الضبع، ان يمكن وصف هذا الشخص بوصف عسران الضبع هو المفروض يتسجل باسم ابراهيم سعيد الصراحة يعني. قال لك ايه؟ المخوخ لما بيتعصب بيجيله كرشة نفس وبينهج، لاحظوا كده هتلاقوه راجل مخوخ اقسم بالله. ونشر صورة صلاح قابيل وعادل امام في فيلم بتاعه، طبعا صلاح قابيل هو كان قايم بدور عسران الضبع يعني. على الجانب الاخر، التغطية الرائعة ليعقوب السعدي على قناة ابو ظبي الرياضية للسوبر المصري ما بين الاهلي والزمالك، تغطية بدأت من امس واتكلم عن نقل المباراة، ان شاء الله نشوف صورة رائعة باذن رب العالمين يوم الجمعة. يعقوب السعدي قال لك نقل مباراة الاهلي والزمالك من خلال 25 كاميرا باعلى التقنيات الممكنة. التعليق على القناة الصوتية الأولى لعلي سعيد الكعبي، والصوتية الثانية بصوت فارس عوض، وتعليق بالإنجليزية على قناة أبو ظبي الثانية، قناة أبو ظبي 2. ده كلام يعقوب. احنا بننتظر مباريات الأهلي والزمالك في الإمارات علشان التصوير، علشان الملاعب. مصر لما تكون بادئ، شوف انت الدوري بادئ قبل الإمارات مع احترامنا لكل الدول العربية، لكن التصوير، شوف احنا عندنا بنتصور زي ما قلت على بنتصور بالكاميرا ايه، الناس بيقول لك كاميرا نوكيا، راجعين للخلف. وقال لك يعقوب السعدي، نتكلم بقى عن المشجع الاهلاوي، وهذا الرجل في صوت نبره في صوته كده لازم يخليك تتاثر بما يقوله يعني. بيتكلم بيقول لك قابلت مشجع اهلاوي لا يترك للاهلي مباراه، ولكن المفاجاه انه بخلاف مباريات الاهلي لا يحب الكره، يعني هو بس بيشوف مباريات النادي الاهلي، ما بيشوفش اي مباريات ثانيه، النادي الاهلي بس. يقول لك وسالته اذا لماذا تحرص على متابعه النادي الاهلي بكل هذا التعلق او الشغف يعني، فقال والدي كان يعشق الاهلي، ذكرياتي معه هو وهو يفرح يحتفل ويشاهد النادي الاهلي. فيعقوب السعدي يقول لك لا نحب الاشياء لذواتها، ولكن نحبها لما تمثله لنا. طبعا في حاجات كده انت ما تعرفش، في حاجات بتربطك بذكرى، مكان، حاجه قاعده معينه، صورة معينة، توقيت معين، ليك ذكريات مع بعض الناس اللي بتحبهم في هذا التوقيت يعني. كلم أيضا فيما يخص مفاجأة قناة أبو ظبي وتحليل مباراة النادي الأهلي والسوبر، قال لك مفاجأة وهي الكابتن وليد سليمان. وليد سليمان هيكون موجود على قناة أبو ظبي كمحلل للسوبر المصري لأول مرة على الشاشات، هذه مفاجأة للأهلاوية. بالنسبة للوائل رياض والمنتخب الأولمبي، وائل رياض بيشيد بأمير مرتضى منصور. تخيل يا مؤمن إن منتخب بيسيب لعبته للنادي، قوم إيه المنتخب يشكر النادي بدل ما يقول لأ متمسك، وده أنت وائل يا رياض هتتنفخوا أنت وميكالي وبركات لا قدر الله لو خرجنا من التصفيات بتاعت استوني دي، ده أنتوا اتعادلنا هناك والماتش اللي فات، وطلع لي حسام عبد المجيد وقال لك إيه أطلع بقى كوكا، وعلشان طب ما هو الفكره حسام عبد المجيد، لكن قال لك رافض خليل وكوكا خرجوا من النادي الاهلي بالتنسيق مع الانديه. وامير قال لي، امير مرتضى قال لي مصر قبل اي حاجه واثبتوا حسن النوايا. يا راجل ده قال لك ما فيش اجنده الدوليه، قال لك احنا هناخد لعيبه نادي الزمالك كلها. يا راجل قال لك فين؟ ما قالش في الاعلام مصر اهم من حاجه، لكن انت بتطبطب علشان الزمالك فيما بعد خدت لاعب، علشان دي مش فتره اجنده دوليه، ده غصب عن اي الكره معموله ليه؟ للمنتخبات يا وائل يا رياض، لكن لازم يعمل كده
والرياض. خالد الغندور قال لك ايه بقى فيما يخص الزي واللبس؟ قال لك طقم الزمالك الاساسي بيتعارض مع زي النادي الاهلي بسبب لون شورت النادي الاهلي، وهو الشورت الابيض. اما اللون الالوان البديله للزمالك طقم ازرق واخضر. هو طبعا مش عايز يقول لك عشان احنا استشرنا بعض الناس وقالوا لنا ده فقل حسن واصلحنا اللون الازرق، مش عايز يقول كده، لك اصل من حقنا نختار اللي احنا عايزينه. وبعدين اللون الابيض في تعارض مع تيشيرت النادي الاهلي. طب يا صاحب الفقاقه، انت صاحب الارض، لما اللون بتاعك يتعارض فبالتالي الضيف هو اللي يغير، مش انت اللي تغير يعني. لكن اهو قال لك في اجتماع فني يوم الخميس، طبعا عارفين قبل المباراه يكون اجتماع فني يتم تحديد هيلبسوا ايه، لكن اللي يلبس اللي يلبسه يا عم. ما هو الزمالك خسر من الاهلي وهو لابس ابيض، خسر من الاهلي وهو لابس ازرق، خسر من الاهلي وهو كل الحالات خسرت من الاهلي يعني. لكن ان شاء الله باذن رب العالمين ربنا هيكرمنا في المباراه القادمه في السوبر عشان نكسر بقى هذه الخزعبلات يعني. محمد فاروق بيقول لك كابتن محمود الخطيب تواصل مع الكابتن سيد عبد الحفيظ وبلغه ان في مكافآت خاصه للعيبه في السوبر غير المكافاه الاساسيه الخاصه بالبطوله. هذا الكلام اي كلام يا محمد، طالع بتخبط وخلاص. النادي الاهلي ما بيعملش ما بيديش مكافآت لعيبه علشان يحافظ. انا في عندي لائحه، لائحه بتقول ان كسبت هتاخد كذا، خسرت هتاخد، تعادلت هتاخد كذا. لكن يقول لك اصل الخطيب اتكلم وقال لك لا اصل احنا في اخر سنتين خسرنا معظم البطولات، خسرنا معظم البطولات اخر سنتين. لما كنت واخد بطوله افريقيا خسرت السوبر الافريقي، تالت برونزيه العالم، ابقى خسرت معظم البطولات يا محمد يا فاروق. لكن محمد فاروق يعني ويقول لك انا اهلاوي، انا اهلاوي يا عم، بلا اهلاوي بلا كلام بقى. الحاج عامر حسين عضو مجلس اداره اتحاد الكره المصري اتكلم فيما يخص نادي الزمالك والتظلم اللي قدمه بخصوص غرامه 20,000 جنيه اللي وقعتها الرابطه على فيريرا بسبب تصريحاته بعد مباراه سموحه الزمالك وسموحه. قال لك انا ما اقدرش اتكلم في هذا الامر، لكن الزمالك بعد تظلم وهذا التظلم لم ينظر حتى الان، وهذا الامر يخص رابطه الانديه، ما اقدرش اتكلم في مره اخرى. ايضا بعض الزملكاويه بيتكلموا عن اشرف بن شرقي وبيتكلموا عن فيريرا، والغريبه يا اخي يقول لك جدي فيريرا ويقول لك سيدي بن شرقي. يا جدعان عيب، يا جدعان عيب، جدك ايه وسيدك ايه يا ابني؟ يا حبيب قلبي عيب، ايه جدي؟ ايه جدك ايه يا ابني؟ لكن على كل حال بن شرقي هم بيستغلوا، قال بن شرقي ما عملش اسيست ولا جاب هدف مع نادي الجزيره الاماراتي وربما يعود ونفضله مكان ونعمل له عشم. تعشم يا حبيبي. وايضا في حمله من الدفاع عن محمود علاء، خالد غندور بيدافع عن محمود علاء. الناس محمود علاء او نديله نشان، محمود علاء اتشنج واتكلم باسلوب غير لائق مع الحكم، المفروض ندين هذا التصرف ولا نشيل هذا؟ ويقول لك زوجته اتكلمت وزعلانه، طب ما ننصح زوجته، يا زوجته خليكي بعيد، يا زوجته خليكي وراه اقف في الدار عشان يرجع لمستواه، لكن اتكلم بهذه الطريقه ويقول لك الناس بتضطهد محمود علاء والهجوم على محمود علاء. طب ما اسقف لمحمود علاء؟ ها؟ اسقف لمحمود علاء عشان اتصرف بهذا التصرف يعني؟ انا مش قادر استوعب يعني. لكن هكذا هم يفكرون يعني. في النهايه شكرا على حسن متابعه حضراتكم، ودمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.